صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بهالقناة عم نحكي بعض المعلومات عن الخضار، الفواكه، فائدتها للبشرة، للشعر، فائدتها للجسم، بعض الوصفات. وهون رح نحكي عادة هون عن البصل. البصل عادة شوفوا في اختلافات كتير بين الزمر الدموية وفائدته بالنسبة للزمر الدموية والفوائد العامة للبصل. هلا عادة الفراعنة يقال انه كتير كانوا يعتمدوا على البصل والثوم بغذائهم لحتى قدروا يبنوا الأهرامات. طبعا من زمان كتير استخدم البصل ليس فقط لتنكيه الطعام فحسب، إلا أنه استخدم أيضا لخواصه العلاجية المتعددة في جميع أنحاء العالم، حتى أن البصل الآن هو ثاني أهم المحاصيل بعد الطماطم. هلأ بعد الطماطم يعني البندورة. هلأ أنا حكيت بالقناة الأولى عن بعض الأطعمة اللي هي غير مفيدة لبعض أنواع زمر الدم أو المفاصل. حكينا عن البصل بصراحة، حكينا عن البطاطا وإنه في إنه مواد كيماوية، البصل، البطاطا والباذنجان والبندورة. رح ننتبه إنه في بعض الأشياء اللي بتزرع كتير، وأنا هاد كمان أحد الملاحظات اللي عم نوه عنها بالفيديو، بعض الأشياء اللي بتزرع كتير تزرع بكثرة، يعني أهم محصول هو الطماطم، بيجي بدرجة تانية هو البصل، ولكن بالمقابل ممكن يكون له كتير من المشاكل على المفاصل. يعني الطماطم أو البندورة تزرع كمرتبة أولى من حيث نسبة الزراعة عادة، هذا البصل الأبيض. وعندنا البصل الثاني اللي هو الأحمر، وبيختلفوا عن بعض بنسبة، الأحمر في نسبة كيرسيتين أكثر، يعني حاد أكثر، لاذع أكثر، بخلي الدموع تسيل أثناء تقشيره أكثر. إذا قلنا هو بيجي بالمرتبة الثانية البصل بعد الطماطم البندورة، ولكن لازم نحن ننتبه على شغلة إنه أصحاب مرضى البعانون من بعض الأمراض المفاصل ممنوعين ياخذوا، هذا موجود بالقناة الأولى، ممنوعين يتناولوا الأطعمة اللي فيه بصل وبطاطا وبندورة والباذنجان. هناك أكيد العديد من أنواع البصل مثل ما حكينا، هلأ شفتوا البصل الأبيض وفي الأحمر والأصفر والأخضر، ولكل منها نكهة مميزة عن الأخرى، كما تتنوع أيضا ب طرق استهلاك البصل، حيث يستخدم نيء، مطبوخ، مقلي، مجفف، وهو يضاف إلى أغلب السلطات، السلادز والشوربات، السوس. شو فوائد البصل؟ على مدار قرون ماضية كان يستخدم البصل باعتبار وسيلة فعالة لمساعدتهم على سرعة الشفاء، حيث أنه مضاد للجراثيم والفطريات، مصدر جيد للفيتامينز مثل بي 6، سي، بايوتين، ألياف، الكروم، الكبريت، الكالسيوم، فوسفور، بعض الزيوت الطيارة. يساهم البصل في علاج الربو، أزمة، نزلات البرد، السل، الأرق، التهاب الرئوي، السمنة، الالتهابات، خفض ضغط الدم، التهابات الأعصاب، كما أنه مدر جيد للبول، مفيد في نمو الأظافر والشعر، وخفض نسبة السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان. فوائد البصل الوقاية من السرطان: شرائح البصل الغنية في محتواها من الكبريتات، حيث توفر بعض الحماية ضد أنواع وضد نمو بعض أنواع الأورام. في جورجيا التي يزرع فيها بصل في داليا، وجد أن معدل الوفيات بسبب سرطان المعدة ونصف مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن اليونان، وهي واحدة من الدول التي تستهلك البصل والثوم طبعا بكثرة، تقل فيها نسبة الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وأعلى تركيز من مركبات الفينول والفلافونويد المضادة للأكسدة وجد في البصل الأحمر الأصفر والأحمر، في حين كان البصل الأبيض وفي داليا أقلهما في التركيز.
وجد أن أعلى نسبة من مركبات فلافونيد في الطبقات الخارجية، لذا يفضل تقشير البصل بشكل رقيق، حيث أنه من الممكن أن يفقد نحو 20% من الكيرسيتين و 75% من الأنثوسيانين إذا تم تقشير البصل بشكل عميق. فوائد البصل له للقلب: هناك أدلة على أن مركبات الكبريت الموجودة في البصل تعمل كمضاد لتخثر الدم، بالإضافة إلى قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، كذلك تحسين وظائف الأغشية خلايا الدم الحمراء. وجد أن استهلاك البصل في نظام خضروات غذائي يعمل على توفير الحماية اللازمة للأوعية الدموية والقلب، وبالتالي حماية القلب من النوبات الدموية. فوائد البصل للضغط: يساعد البصل سواء تم استهلاكه نيئا أو مطبوخا في خفض ضغط الدم بشكل واسع، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من تخثر الدم ومشاكل الدهون في الدم، بيأثر على الكوليسترول الدار والترايجليسيريد ويخفضهم. فوائد البصل كمضاد للالتهاب: وجد أن البصل يعمل على علاج مشكلات التهاب المفاصل. هاد ليش أنا لما بحكي هيك بحكي المعلومة مثل ما هي، وبذكركم البصل بأنواعه. طبعا هذا مش أحمر كتير، في أنواع بتكون حسب نسبة المي فيه، وحسب في بعض المواد بتختلف منها البصل، يعني بيختلف من تركيبه، ولكن مش دايما بالنسبة لالتهاب المفاصل. كمان بفيد التهاب الشعب الهوائي. يحتوي البصل على بعض المركبات الهامة المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد الكيرسيتين، حيث تعمل على منع أكسدة الأحماض الدهنية في الجسم، وهي التي تعمل على حدوث التهاب في الجسم. فوائد البصل للإنفلونزا البرد: يعمل البصل على تسهيل المخاط الموجود في البلعوم والرئة، كما أنه مضاد للالتهابات، مما يجعله علاجا فعالا عند حدوث نوبات البرد. وعند خلط عصير البصل بحجم مساوي له مع العسل وتناول نحو 4 ملاعق من هذا الخليط يوميا، فإنه يعمل على إذابة المخاط وتخفيف نزلات البرد. فوائد البصل للتخسيس: يعمل البصل على خفض الوزن، لكن ليس بصورة مباشرة، إلا أنه يساعد على إنقاص الوزن من خلال تدعيمه للقلب والأوعية الدموية وحمايتها من ارتفاع ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا كله بدوره يجعلك أكثر نشاطا وحيوية. فكذلك فإن البصل يحتوي على مركبات غذائية متنوعة وهامة، مما يجعلك أقل احتياجا لتناول الطعام، كما أنه يعمل أيضا على إذابة الدهون في الجسم. من فوائد البصل اللي هو هون ممكن عم نحكي عليه أكثر هو للشعر: يمكن استخدام قشور وعصير البصل للعناية بالشعر، وهذه الطريقة من معالجة الشعر تعد غير مشهورة، لأنها تترك رائحة في الشعر، إلا أنه بغض النظر عن الرائحة فإنه يضيف اللمعان للشعر ويمنع من تساقطه. وكانت دراسة قد أظهرت أن تدليك فروة الرأس بعصير البصل مرتين شهري في الأسبوع لمدة شهرين يعمل على زيادة نمو الشعر، كما أن قشور البصل تستخدم أيضا للمعان الشعر. فعند غلي قشور البصل لمدة ساعة تقريبا وتبريد الماء، فإن استخدام هذا الخليط يعمل على زيادة لمعان الشعر. كمان في له فوائد البصل للبواسير الهيمورويدز: يعمل البصل على التخلص من العدوى البكتيرية بالكولون والأمعاء، وهذا من شأنه يعمل على التخلص من مشاكل البواسير الناجمة عن العدوى البكتيرية للأمعاء. له كمان فوائد بالنسبة للبطن: يعمل على مقاومة النمو البكتيري في الكولون، وهذا الأمر يعمل على تقليل الإصابة بسرطان الكولون، وكذلك فإنه يعالج انتفاخ البطن والإمساك المزمن. كمان له فوائد بالنسبة للجنس: وجد أن البصل من أفضل المشهيات الجنسية عند الرجال، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الثوم في هذا الأمر. وقد وجد أن البصل الأبيض هو الأكثر فعالية. فوائد البصل للبشرة: يمكن استخدام البصل للحد من انتشار النمش الجلدي، وذلك بمزج 2 ملاعق كبيرة من البصل مع خل التفاح ودهن الوجه واليدين بهما. كما يمكن استخدامه في علاج الكدمات عن طريق استخدام عجينة من حبيبات البصل المسحوق مع زيت اللوز أو زيت الزيتون، ووضع كدماض على الكدمات. فوائد البصل للعين: وضع نقطة واحدة من عصير البصل داخل العين يعمل على تحسين البصر وإزالة الالتهابات من العين، كما أن إضافة نقطتين من عصير البصل الفاتر إلى الأذن يعمل على تخفيف آلامها. عادة بالمجمل البصل فيه مواد مطهرة، لهيك لما
تفرموا البصل، وهذه دموعه بشكل او بالتاني عم تطرد مع جزء كتير من المفرزات العين، جزء كتير من البكتيريا والجراثيم والفيروسات الموجودة. طبعا بالنسبة لعصير البصل والأذن أكيد لازم يكون درجة حرارة السائل عادة معادلة لدرجة حرارة السائل البصل، يعني عم نقول درجة حرارة عصير البصل لازم تكون معالجة موازية ومساوية لدرجة حرارة اللمف الموجود في الأذن الباطنة مشان ما يصير معنا دوخة أو ما شابه ذلك. بالنسبة للحامل، تناول البصل مفيد جدا لصحة المرأة الحامل، حيث يفيد في إزالة سمية المعادن الثقيلة، وذلك بفضل احتوائه على الميثيونين والسيستين، وهي أحماض أمينية تساعد في التخلص من المواد السامة في الجسم. له دور في تعزيز مستوى المناعة، حيث أنه غني بفيتامين سي المعروف بقدرته في تحسين مستوى المناعة، وكمضاد أكسدي قوي أنتي أوكسيدانت، الحفاظ على مستوى الكوليسترول، وذلك من خلال قدرته على زيادة معدل الكوليسترول الجيد في الجسم، تنظيم مستوى السكر حيث يساعد في تنظيم مستوى السكر بالدم والحماية من أي أعراض لارتفاع سكر الدم. كمان يفضل من هالناحية بالنسبة للبصل، الواحد ياخذ كل يوم بصلتين من هذا الحجم، بصل مشوي. تمام، بصل مصدر جيد لفيتامين سي، B1 B6 والبوتاسيوم الكروم البيوتين، وهي مركبات تساعد في نمو الجنين بشكل صحي، بجانب احتوائه على الفولات التي تساعد في نمو الجهاز العصبي للطفل. طبعا بعض المواقع المختصة بالعقاقير تنصح بتناول البصل أثناء الحمل باعتدال، حتى لا يؤدي إلى حدوث أعراض جانبية تؤثر على الحمل. وعامة فإن هناك بعض الأعراض التي يسببها تناول البصل لبعض الأشخاص، مثل الغثيان، الإقياء، مشاكل في التنفس، رشح الأنف، دموع العين، الإسهال، انتفاخ البطن، جفاف الجلد، ويمكن أن يسبب تناوله أن يسبب تناوله تناوله بكثرة ويمكن أن يسبب تناوله بكثرة حرقة في المعدة والحموضة والارتداد المعدي المريئي. ينصح بشكل عام بالرجوع للطبيب المعالج لمناقشته في إمكانية ومعدل تناوله أثناء الحمل. قلنا للسكري، يحتوي البصل على أغلب العناصر الهامة في تنظيم السكر في الدم مثل الألياف والحديد، فيتامين سي، البوتاسيوم، يحتوي أيضا على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. وفقا للجمعية الأمريكية للسكري، فإنه ينصح بتناول الخضروات على الأقل يوميا من 3 إلى 5 مرات، وتعمل إضافة البصل إلى الشوربة أو السلاد أو الشطائر إلى زيادة معدل تناول الخضروات دون الحصول على كمية كبيرة من الكربوهيدرات أو السعرات الحرارية الكالوريز، حيث يحتوي نصف كوب من واحد من البصل مقطع على نحو 26 كالوري و5.9 جرام كربوهيدرات، بينما يحتوي البصل الأحمر أو الأبيض أو الأصفر القديم على نحو 16 كالوري و3.7 جرام كربوهيدرات في نصف الكوب. ويحتوي البصل أيضا على نسبة عالية من الفلافونويدات، وهي مجموعة من المركبات الكيميائية النباتية والتي لها آثار صحية جيدة على جسم الإنسان، ومن أهم المركبات الكيرسيتين والسيستين، ثنائي كبريتيد بروبيل القليل. وفي دراسة أجريت بجامعة الجزيرة بالسودان، أكد أحد الأطباء وفريق بحثه أن استهلاك البصل الطازج قد أدى إلى خفض مستوى السكر في الدم من النوعين الأول والثاني. طبعا من البصل مثل ما حكينا ممكن يكون البصل الأخضر، يحتوي البصل الأخضر على مجموعة واسعة من المركبات الغذائية الضرورية للجسم مثل الفيتامينز، المعادن، مضادات الأكسدة، أنتي أوكسيدانس. إذا إضافته إلى الطعام سواء إلى الحساء أو السلاد، يمكن أن يضيف فوائد صحية كبيرة للجسم، من بينها صحة العظام. تحتوي ساق الواحدة من البصل الأخضر على حوالي 20 ميكروغرام من فيتامين كي و1.6 ملغرام من فيتامين سي، وهذه النسب تحقق نحو 16% من الاحتياج اليومي من فيتامين كي، وأيضا 2% من الاحتياج اليومي لفيتامين سي للرجال، بينما يحقق حوالي 22% من فيتامين كي و2.1% من فيتامين سي للنساء، وهما فيتامينان ضروريان جدا لصحة العظام. كمان البصل الأخضر مفيد لصحة العين، تحتاج العين إلى إنتاج الرودوبسين، وهو بروتين يوجد في العين يساعد في زيادة مستوى الرؤية، والأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الفيتامين A يصابون بمشاكل في الرؤية.
مثل العشاء الليلي، وتحتوي الساقة الواحدة من البصل الأخضر على 24 ميكروغرام من فيتامين سي في صورة مركبات كاروتينية تحول داخل الجسم إلى الريتينول، وهي الشكل الفعال من أشكال فيتامين A، وهذه الكمية تحقق حوالي 2.6% من الاحتياج اليومي للرجال و 3.4% من الاحتياج اليومي للنساء. كمان البصل الأخضر مفيد لصحة القلب، يساعد فيتامين A و C الموجودان بوفرة في البصل الأخضر على تعزيز الخصائص المضادة للأكسدة، وكما يقول تقرير صادر عن المركز الطبي لجامعة ميرلاند الأمريكية أن هذه الفيتامينز تحمي من تلف الحامض النووي للخلايا عن طريق خفض نشاط الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب. يعمل فيتامين سي على خفض ضغط الدم المرتبط ارتباطا وثيقا بصحة القلب. إضافة إلى أن البصل الأخضر له دور في تعزيز مستوى المناعة، وفقا لمعهد أبحاث السرطان الأمريكي فإن البصل الأخضر غني جدا بالمركبات النباتية الصحية التي تجعله غذاء سوبر، لا سيما الفلافونادات التي أظهرت العديد من الدراسات قدرتها على زيادة مستوى مناعة الجسم. وقد نشرت دراسة في عام 2001 في المجلة الأمريكية للتغذية العلاجية قد أشارت إلى أن الفلافونويد يساعد في الوقاية من السرطان عن طريق تثبيط نشاط إنزيم الزاكسين أوكسيداز، وهو إنزيم يساعد في زيادة إنتاج الشقوق الحرة التي تعمل على إتلاف خلايا الجسم. هلأ هيك بالمجمل حكينا كتير عن البصل، مشان ما تكون كمان مركزين أكثر، بس حكينا كمان عن فوائد البصل للشعر من ناحية مادة الشعر بالمغذيات التي يحتاجها، تعزيز صحة بصيلات الشعر، حماية الشعر من الترقق والتكسر وذلك بسبب محتواه من الكبريت، الوقاية من أي التهاب قد يصيب فروة الرأس، المساعدة في التقليل من مشكلة تساقط الشعر، غني مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر، زيادة لمعان الشعر. على عادة بالمجمل الشعرة تغذيتها الأساسية هي فيتامينز، ممكن ناخذها عن الخضار والفواكه، والحالات الأكثر أصابة ممكن ناخذ حبوب الفيتامينز. تمام، إذا فيتامينز، وعندي البروتين لازم يكون ناخذ نوع البروتين المناسب بزمر دمنا، راجعوا القناة الأولى بتشوفوا كتير فيها فيديوهات عن، ما بقدر حط الرابط لأنه هي فيديوهات كتيرة وتتبع زمر الدم. والثالث هو الكبريت الموجود بالبصل والثوم. هلأ عادة كل جسمنا مبني من البروتينات اللي هي معظم الكولاجين، وهون في الكيراتين، ربطهم مع بعضهم ربط هذه الجزيئات البروتين مع بعضها يكون عن طريق الكبريت الموجود بالبصل والثوم. إذا هذه فوائد البصل بالنسبة للشعر. تابعوني بالفيديو اللاحق، رح احكي عن وصفة للشعر، طبعا رح نحكي كذا شغلة عن وصفات الشعر هي بهذا المونتاج. تابعوني لو سمحتم، ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير، انزلوا تحت اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.